قال واتل عليهم نبأ نوح. ماذا فعل نوح؟ قال إذ قال لقومه، القوم إذا أطلقت في لغة العرب المراد بها الرجال دون النساء، هذا الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، ففرق بين القوم وبين النساء، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ففرق بين القوم وبين النساء. وقال قائلهم ولست أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، يعني أرجال أم نساء. فالقوم إذا أطلقت أطلقت على الرجال، ونوح عليه الصلاة والسلام إنما دعا الرجال دون النساء، لأن النساء الأصل فيهن أنهم نتبع للرجال، وأن النساء يكن في بيوتهن، والرجال هم الذين يخرجون ويسمعون ثم يبلغون أهليهم في البيوت، والرجال هم الذين يخرجون للدعوة، وهم الذين يجاهلون في سبيل الله، وهم الذين يخرجون إلى الصلاة وإلى الجمع وإلى غير ذلك من الأمور. فإذاك صار الخطاب للرجال دون النساء ودون الأطفال، والنساء والأطفال تبع للرجال في ذلك. يقول الله تبارك وتعالى إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. مقامي كبر أي عظمة، كبر أي عظمة، كبرت كلمة تخرج من عظمة، كبر إن كان عظمة عليكم، شق عليكم مقامي. ومقامي هنا تحتمل معنيين، مقامي أي مكثي فيكم ولبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عام، 950 سنة يدعوهم. إن كان كبر عليكم مقامي يعني طولت عليكم في الدعوة 950 سنة وأنا أدعوكم وناصحكم وأذكركم، أو المعنى الثاني عفوا مقامي أي وقوفي بين أيديكم، لأن عادة الخطيب عندما يخطب يقف، فهذا مقامه، مقامي أي عندما أقف وأذكركم وأدعوكم إلى الله تبارك وتعالى. يقول إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري أي وعظي وزجري لكم، بشير ونذير، كل نبي بشير ونذير. قال وتذكيري بآيات الله أي بما أمر الله تبارك وتعالى به، آياته الشرعية وآياته الكونية سبحانه وتعالى. أذكركم بآيات الله، خلقكم صوركم، الذي جعلكم الأرض بساطا، الذي رزقكم، الذي خلقكم، الذي يحييكم، الذي يميتكم، الذي يرزقكم، الذي بيده كل شيء، الذي ينزل من السماء ماء، الذي يخرج الشمس من المشرق وتغرب من المغرب. هذا الله جل وعلا، تذكيري بآيات الله، كان يذكرهم بآيات الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم إن كان كبر عليكم خلاص ما تتحملون، لا تتحملون ما أدعوكم إليه، قال فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله وحده سبحانه وتعالى، ولم يقل توكلت على الله، ولو قالها هي صحيحة، لكن قال على الله توكلت. يقول لهم لما قدم المفعول على الفعل فدل على الحصر، أي على الله وحده توكلت سبحانه وتعالى، ما عندي أحد أتوكل عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فعلى الله توكلت. والتوكل على الله هو الاعتماد، اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا، مع نفي الحول والقوة في جلب منفعة أو دفع مضرة مع بذل الأسباب، هذا هو التوكل على الله تبارك وتعالى. يقول فعل، وهذا من أعمال القلوب ومن أعظم أعمال القلوب التوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول فعل الله توكلت، ثم ماذا قال؟ عرفتم ماذا أقول لكم؟ ثم قال فأجمعوا أمركم، أنتم
وشركاؤكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اغضوا إلي ولا تنظرون. يلا احنا نقول ورونا مراجلكم، يلا أروني ماذا تستطيع أن تفعلوا. أنا على الله توكلت، أنتم ماذا تستطيعون أن تفعلوا بي؟ لأني توكلت على الله سبحانه وتعالى. فأجمعوا أمركم واحد، أجمعوا أمركم أي لا تختلفوا، كما قال إخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين. فهم مختلفون، إذا بعضهم يقول اقتلوه بعضهم يقول ألقوه في غيابة الجب. ثم قال وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، خلاص اتفقوا على هذا، خلاص الآن ما في خلاف بينهم. هنا يقول لا تختلف، أجمعوا اتفقوا على رأي واحد، أجمعوا أمركم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، نادوا شركاءكم. هذا الثاني، الأول لا تختلفوا اجمعوا أمركم، الثاني ادعوا شركاءكم من الإنس والجن والبشر، أي أحد أي أحد، كل من عدا الله سبحانه وتعالى. أجمعوا أمركم، استدعوا شركاءكم، ثم قال ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. يا لا تساسرون، لا تجلسوا في مجالس لحد يسمع، لا لا تكلموا في العلن، تكلموا في العلن، قولوا نريد أن نقتل نوحا، قولوا نريد أن نؤذيه، قولوا نريد أن نفعل به، بالعلن تكلموا، ما يحتاج تساسرون. ثم قال ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي. يلا اتخذوا القرار، لا تترددوا، اقضوا يلا، أعطوا أرونا مراجلكم ثم اقضوا إلي. قال ولا تنظرون، لا تقول نعطيه فرصة يفكر، نعطيه فرصة يستعد، لا 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 تنظرون. هذه خمس تحديات من نوح عليه الصلاة والسلام، خمس تحديات. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآية فعل الله توكلت، فأجمعوا أمركم واحد وشركاءكم، هاتوا شركاءكم معكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، بالعلن تكلموا، ثم اقضوا إلي رابعة، ثم لا تنظرون الخامسة. يعني أكثر من هذا ماذا يريدون؟ ماذا فعلوا؟ ما قدروا، عجزوا، عجزوا. لماذا؟ لأنه متوكل على الله، لأن الله هو القوي، لأن الله له ما في السماوات وما في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت، ليست قريش، ليست قريشا ولا العرب، الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء وإن قل لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، انتهى الأمر. ولذلك من يدعو إلى الله تبارك وتعالى يجب أن تكون عنده ثقة بالله تبارك وتعالى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ماذا تستطيع أن تفعل؟ ماذا بيدك؟ لماذا أخاف منك؟ تجد الداعي إلى الله شجاعا لا يهاب، معتقدا عقيدة جازمة أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، انتهى الأمر. وهكذا ينبغي أن يكون شجاعا، لأنه يؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن أن الله على كل شيء قدير، يؤمن أنه إذا توكل على الله سبحانه وتعالى فإن الله لن يسلمه سبحانه وتعالى. ماذا قال هود عليه الصلاة والسلام؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دون الله.
فأجمعوا أمركم مما تشركون من دون الله من دونه فأجمعوا أمركم نسيتها الآية قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيته هذا هو التحدي هذا هو التحدي بل ذكر بعض أهل العلم أن معجزة نوح هي التحدي ما ذكرت معجزة لنوح ذكر إغراق قومه ذكر دعاؤه عليهم لكن ما ذكرت معجزته كذلك هود يقول ما ذكرت معجزته فيقول لعل معجزة هود ومعجزة نوح هي التحدي العلني هكذا يتحداهم علنا افعلوا ما شئتم